خليني يا دنيانا انا ابقى مين. اسف لو اتعدت حدودي وجاي اشكيلك، واحد بسيط عايش من ضمن بني ادمي، معهوش معاد سابق ولا وسط بمامك. قول لي ايه رايك في مسلسل ولد الغلابه؟ لا مسلسل جميل، واعمال احمد السقا كلها جميله، والدور اللي هو قام بيه ده كان دور كبير. انا تابعته 30 حلقه وكان جميل والله، مسلسل متميز بصراحه، حلو قوي، مسلسل جيد جدا ومن افضل المسلسلات السنه دي، احسن مسلسلات رمضان، هو اكتر من رائع بامانه، مسلسل ممتاز بيحكي عن الواقع اللي احنا فيه دايما احمد السقا بيعمل حاجات يعني كويسه بتشد الناس. ما يحسش بالحوجه غير ولد الغلابة اللي زي حالاتي. ايه اكتر دور عجبك في مسلسل ولد الغلابة؟ صراحة احمد السقا كان عامل دور جامد. احمد السقا كان شخصية مركبة، يعني تحس ان هي يعني من جواه طيب بس فيها ظروف اجبرته ان هو يبقى حاجة مش كويسة. دور احمد السقا، دور فرح، عيسى وفرح، اخت احمد السقا الكبيرة، الاستاذ احمد السقا بصراحة. دور بتاع جمال لب، اكتر دور عجبني في مسلسل ولد الغلابة هو دور ضحي محمد ممدوح، يعني كان تمثيله في المسلسل كان ليه دور عالي جدا جدا جدا. دور الدكتور عزت، دور المحامي جمال لب، دور قمر، هو دور احمد السقا طبعا. حسيت دور صفية. جبرت نمشي معاك في سكة عوجة وقلت ماشي. رد فعلك كان ايه لما السقا طلع تاجر مخدرات وقتل قتله في نص المسلسل؟ اتفاجئنا، هي كانت مفاجاه لان هو مدرس تاريخ. احنا حبينا تاجر المخدرات بسببه، والله بسبب يعني الشخصيه بتاعته، رغم ان احنا ضد الناس دي طبعا بس احنا حبيناه هو. هي الظروف اللي حدفته في السكه دي، يعني الظروف اللي هو اتحط فيها اجبرته على كده، هو اتفرض عليه، الظروف فرض عليه. اقنعني في الاول، افتكرت ان شخصيته ضعيفه جدا جدا ومنكسر، وده بيزقه وده بيضربه، خد بالك. الله فاجئني ان هو ايه اسطوره. تعرف ان ابنك عيسى كان تاجر مخدرات وبيجيب فلوس حرام؟ ايه احسن مشهد عجبك في المسلسل؟ لما هي مي عمر قالت له احنا هيجي الوقت اللي احنا حد فينا يقتل التاني علشان خاطر يعيش، لما ولع فضاح الجنازه بتاع والدته، هو مشهد اخته لما جت عرف ان هي جوزت ضاحي وبعد كده خطف في حضنه لما عيطت. مشهد المؤثر قوي بالنسبه لي كان قتل عيسى الفرح. هو في مشاهد كتير، اولها اللي هو الموت ضاحي وهو بيموتوه، كان يعني انا حاسه في المشهد ده ان هو غصب عنه موته. انا عجبني اول مشهد بتاع تامر حسني، ان هو حكى حاجات كتير جدا في مشهد يعني مدته 3 دقايق بالظبط. هو لما قتل الفرح، مشهد عيسى لما قتل الفرح كان مشهد صادم، مشهد خير حلو قوي. احبك يا فرح. ايه رايك في نهايه المسلسل؟ نهايه المسلسل صح ان هو عمل غلط فبيعاقب، بس هو راح للغلط غصب عنه. النهايه جميله جدا ومعبره، هو نهايه متوقعه يعني ايه، هو حتى لما كان بيتكلم بيقول لك ايه، عاوز تقتل وتعمل ومفيش حد يحاسبك. بصراحه نهايه المسلسل ما عجبتنيش يعني الى حد ما. ليه بقى؟ ان احمد السقا يعني جه في اخر مسلسل وهو قرر ان هو يتوب، وهو عارف كل اللي بيعمله ده يعني ندم عليه وهو غلط، هو الاحسن ان هو كان يعني ياخد فرصه وان هو يبقى احسن. كانت نهايه جميله وغير متوقعه، نهايه ما كانش حد يتوقعها طبعا، ان عيسى يقتل مراته، نهايه واقعيه، هي من قتل يقتل. وجه رساله لصناع المسلسل وابطاله. الف مبروك على نجاح المسلسل اولا، مسلسل حقق ايرادات جامده ومشاهدات جامده، مسلسل جميل، انهم يعملوا لنا حاجات بقى اجمل في رمضان اللي جاي ان شاء الله. كلهم بحييهم ان ده افضل مسلسل اتفرجنا عليه في رمضان. احنا نتمنى نشوفهم في الموسم اللي جاي في رمضان ان شاء الله بعمل جديد، ويستمر احمد السقا في الانتاج بتاعه، واستاذ محمد سامي الصراحه يعني مخرج روعه. انا المحسوب عليه.